الله العيب، ايوه مش صح هو كده، الله العيب. يبقى سمعتوها غلط يا اخوه، سبق لسان. طيب الان باللي انت بتقوليه، تقولي الانسان هو الاله الابن، صح؟ يسوع هو الابن، صح؟ حل فيه الاله الاب، صح؟ محلول فيه، يعني حالل محلول فيه، فيه، حالل حالل فيه. حالل. مش هقول لك طبعا يعني ايه حالل، خلاص؟ يعني ما مش مشكله، مش مشكله. الاب حال في الابن، خلاص؟ الاب والابن واحد كده. لما خدنا الابن ده وحطيناه على الصليب، هل اتحط الابن لوحده ام الناسوت لوحده، ام خرج منه الاب والابن وفضل لوحده؟ لا، ما كانش لوحده، ولا طرفة، ولا لحظة، ولا طرفة عين. يعني الابن ده وهو على الصليب كان اب وابن وروح قدس أي وجسد. نعم، أي نعم. اوها، يعني كده الاب اتصلب؟ ما انت اللي قلتي اهو، دي هرتقت الأب سبيه، يتصلب عقيده إزاي؟ توهين الاب. الآب يتصلب إزاي؟ هل هو إنسان يتصلب؟ اللي بتصلب الإنسان. طب هعيد تاني، اعيد تاني، لان لا، انت أنا مش هتخالف محتاجك الكلام تعيد اللي عشان أنا قلتيه. فهمك. لا مش لا، انت هخالف، هتخالف أنا الكلام اللي هشرح. قلتيه، انت لا، هتخالف أنا الكلام اللي فهمتك، قلتيه. الاب، صدقني فهمتك. طب ما انا عارف الاب حل في الابن، خدنا الابن حطيناه على الصليب، عندما كان على الصليب هل كان الاب لوحده ام الابن لوحده ام الروح القدس لوحده ام الجسد لوحده ام الثلاثه مع بعض؟ جاوب. الآب والابن والروح القدس مع بعض، ما يبقى فرقوش كده بعض. الاب اتصلب اهو، يبقى الاب كان مصلوب. لا، وعقيده سابيليوس، عقيده مؤلم الاب، ان الاب اتصلب، فرفضوا ان يكون الاب اتصلب، وانما الابن اقنوم الابن بس اللي اتصلب، الاب ما اتصلبش. طبعا، لأن أقنوم الابن هو الإنسان، الآب ما بيتصلبش. طب هو في حد يصلب ما الله؟ انا قلت لك، لما قلت لك الاب والابن والروح القدس قلت لي الثلاثه. اه طبعا، ليه؟ ما يعني هما مع الاب بعض كان في الابن يا وهو على دكتور. الصليب ام هو مات؟ عندهلك اقول لك ايه دكتور، استاذ، شيخ، اقول محمد لك ايه؟ محمد محمد طيب محمد، بص يا محمد، دلوقتي هما ما انفصلوش، هما التلاتة واحد مع بعض ماشي على ماشي الصليب، ماشي. لكن مين اللي بيتألم؟ مين اللي مين؟ بيحس بالألم؟ مين اللي بيتصلب؟ الجسد، الجسد فقط، في عندنا اللي هو أربعة. الابن، اللي هو الابن. بس اللي هو خليك الابن. معايا، اللي هو ماشي الابن، ماشي ماشي اوكي؟ ماشي. الآب والروح القدس، هل روحك لو انت خدناك نعذبك، هل روحك وانت بتتعذب في الجسد روحك كمان بتتعذب؟ اه لا، طيب الروح استني لا بعدين. لا تشعر، لا لا، استني استني الروح استني استني لا استني. طب تشعر. خليني اجاوب بقى، مش انا جاوبت، المفروض بطلع دليل، طيب، طلع بطلع دليل. دليل. ايه رايك ان انتوا لازم تقولوا ان الروح بتتعذب والروح بتتنعم، لانكم سواء في الدنيا او حتى اسمع بس، الانسان في الدنيا جسد، روح وجسد، وفي الاخره روح بس. فالعذاب اللي هيقع في الاخره هيقع على ايه؟ على الروح بس. والنعيم اللي هيقع صح، في الاخره هيقع على الروح بس. يبقى الروح بتتعذب ولا ما بتتعذبش يا ماري؟ جاوبي. الروح لما هتكون من غير جسد طبعا هتتعذب، بس دي العذاب الأبدي، طلعي لي بقى العذاب الفرق الأخير. بقى. انت بقى تطلعي، انت الان انت طلعتي فرق، قلت ايه؟ قلت لا، لما يكون في الدنيا ويبقى روح وجسد، يبقى اللي بيتعذب الجسد بس، لكن الروح ما بتتعذبش، لكن في الاخره الروح بس اللي هتتعذب. طب طلعي بقى الدليل من كتابك على اللي انت بتقوليه، اتفضل. أطلع دليل على إيه؟ على ان الروح في الدنيا لا تعذب ولا تنعم، وفي الاخره تعذب وتنعم، اتفضل. لا، هو على فكرة هقول لك على حاجة. هو أنت ليه معتقد إن كل حاجة موجودة بالعلم لازم ألاقيها في الكتاب؟ على فكرة الكتاب ده مش، أو الكتاب المقدس مش كتاب علمي، يعني أنا مش عارف لازم أطلع فيه حقائق علمية عشان عارف أثبت لك إن هو كتاب الله. طيب برضو دلوقتي عارف أنا. أنت، لا 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 لا، أنا طيب ما بقولكش دلوقتي كده، أنا أنا بقولك طلعي هسألك، دليل على اللي أنت هسألك سؤال بتقوليه، علمي، طلعي دليل على اللي هسألك أنت سؤال بتقوليه، علمي. اتفضلي. طب لحظة بس، هسألك سؤال علمي. دلوقتي أنا خدتك، عذبتك وقتلتك بالرصاص، روحك فين؟ روحي بعد اتعذبت ما واتقتلت اتألمت، بالرصاص؟ أيوه، يروح بعد ما اتألمت واتعذبت، خرجت من جسمي، فأصبحت هي اللي فيها إيه؟ اللي بعد كده تعذب وتؤلم. الجسد هو اللي اتعذب، وهو اللي ضرب بالرصاص، وهو اللي مات، بدليل ان الروح عاشت ما ماتتش. لو كان الجسد الروح
والروح بيتعذبوا، هل النفس كان هيبقى النفس الجسد تعذب؟ والروح بيموتوا. جميل قوي، بس لحظه، النفس بقى تعذب ولا لا؟ انت بقى بتقول النفس هي الجسد وقعدتهم سوري، النفس هي الروح. سيبك مني، جاوبي على سؤالي. النفس النفس هل هي الجسد؟ لا لا خلاص. هل بتعذب النفس؟ النفس هي ايوه. الشعور، الشعور هي اللي مش بتحس جواب، بالحزن، هي اللي مش بتحس جواب، بالألم، لا مش جواب، هي اللي بتحس بتلف وتدوري عليا، مش جوابي. بتعذب. يعني ايه بتحس بالألم يعني بيقع بتاع عليها ألم؟ الجسد؟ ايوه. لا لا بيقع طبعا، عليها ألم. لا طبعا، يسوع لما قال، وانت عارفه على فكره قاعده تلف وتدور ليه يا اخوه، عشان عارفه ان انا هجيب لها النص اللي بيقول نفسي حزينه جدا حتى الموت، عشان عارفه قال ان هجيب لها نفسي النص ده. حزينة، حلو، قال يعني نفسي بيقع عليها، حزينة بيقع عليها حزن ولا لا؟ نفس يا اهي حبيبي. ومش ما انا جسد قلت لك وبيقع عليها حزن. يخرب قلتو. التومي. بص طلعتني عن شعوري، واحنا معانا ناس مش لوحدينا. طيب. بص يا عم الحاج، النفس هي الشعور بالحزن، بالفرح، بالاكتئاب. النفس هي المختص بالشعور. فنفسي حزينة جدا هو نفسه حزينة، لأن النفس هي اللي مختصة بالشعور، بالإحساس، باللي هي المشاعر، بالمشاعر بمعنى أصح. لكن الروح ملهاش دعوة بالمشاعر، الروح اتطلعت الدليل. نسمة حياة. ما هو بصي نعم انا ده ليه بقى علم يا بطلع من بابا. النقطه، ما انا هقول لك بس. طب دليل، استني، دليل منين؟ علم، علم، أنت عايز لحظه دليل لحظه منين؟ من الكتاب بس، ثواني المقدس؟ ثواني. اي طبعا من الكتاب، كل دليل من الكتاب، لان احنا على بنتكلم في إيه؟ دين. على على إيه؟ اللي انت بتقوليه، على معنى النفس ومعنى الروح ومعنى الجسد. ليه؟ هو دي على اللي انت حاجات مش بتقوليه معروفة؟ انه لا تعذب، مش مشكله والله. انت عارفه ليه انا بطلع من النقط دي؟ لانها نقط بيقولوا عليها ايه، فلسفيه كلاميه، لكن في برافو ساعه عليك، البحث فلسفية، العلمي انا ما بخشش فيها اصلا، فلسفية. لانها ساعه البحث أوكي العلمي ما عليهاش فلسفة. دليل. انت عارفه يا الفلسفه عباره بابا، عن ايه يا بابا افهم، يا حبيبي افهم، بابا؟ ايه، انا قلت أرجوك محمد، تفهم. انا محمد يا عم وانت الحاج ماريا. افهم، ايوه طيب، يا رد، عم الحاج هبوس ايديك تفهم خد. دلوقتي. النفس ملهاش دعوة بالروح، ملهاش دعوة بالجسد. الجسد بس هو اللي بيحس بالعذاب وبالألم المعنوي، اللي هو لو مسكتك قرصتك هتحس بالقرصة. لا روحك اتعذبت ولا نفسك اتعذبت. لا، والروح اتعذبت، حست يا بالألم، سلام، بدليل ان ايوه النفس نفسها حست بالألم، بدليل يسوع قال نفسي حزينة حتى الموت. ليه؟ لو ما كانوش عذبوه جسديا او عذبوه حست. معنويا. ما هي النفس هي عشان الإحساس، هي عشان تحس بالألم النفسي مش الألم مش مشكلة، الجسدي. مش في مشكلة، فرق تعالوا بين نرجع الألم للنقطة بتاعتنا، الجسدي والألم النفسي. تعالى نرجع للنقطة بتاعتنا، لأنه ذاكروا شوية مفيدني. كيمياء بقى، مش لا كده يا هنذاكر جدعان، بعد كده، هنذاكر تعبتونا. بعد كده طبيخ، نذاكر طبيخ أو سباكة. فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، يبقى كل تاني ملء احنا لسه لاهوت ما خلصناهاش. الرب. لا لسه ما خلصناش بقى جسديا، لسه بقى إيه، لسه كل ملء اللاهوت أصبح جسديا في جسد إنسان. أليس هذه محدودية لربكم؟ لا، لأن من هو الإنسان؟ هو ابن الله الخارج منه، هو الثالث الأقنوم بتاع الله الآب، ابن الأقنوم الله الثالث الخارج. لله الآب. مش أي إنسان، ده مش أي إنسان عشان تقولي حدد الله في إنسان. هما الثلاثة واحد، هما الثلاثة الله. ثلاثة واحد، ثلاثة امبارح واحد، أنا كنت ثلاثة بتكلم مع الله، ما انا امبارح كنت بتكلم مع دكتور محمد محمود، فقلت له باسمك انت مني. جس دكتور محمد قلت له محمود. الله، قلت له الله بالظبط خلقنا كمثاله كشبهه. هو حتى قال كده في سفر التكوين، خلق الله الانسان على صورته ومثاله. طب انت يا رب خلقتنا على صورتك ومثالك، يعني انت شكلك ايه بقى؟ زينا كده؟ لا، بس زي ما انا مكونة من جسد وروح وعقل، الله الآخر هو كمان مكون، يعني له روح، الله روح ولو قدر يخش في جسد أو قدر ياخد جسد، وقدر كمان يكون له عقل يكلمنا اللي هو اللوجوس. اشمعنى الاب. بتستكتر على الله؟ لا انت ما لا ينفعش لا انا ما تبقى فيه بستكترش، كذا حاجة يا رب، لكن ما الإنسان بستكترش، ينفع. هو ده ينفع لا انا ما أصلا؟ بستكترش. انت بتقولي كده ان الابن
خارج من الله. الابن خارج من الله كده تقصدي؟ يعني يا قلبي. انت قلت كده والله اقسم بالله انا بكتب وراك اللي انت بتقوليه عشان سعيد فيه. انت فاكره ايه؟ انت كده خارج قلت من ابن عند الآب والى الآب يذهب. جميل أيوة، قوي. الابن خارج منه خرج ازاي؟ من عند الآب والى الآب يذهب. هو حتى خرج قال كده منه. المسيح. طب خليني اجاوب بقى، اسال بقى، خرج منه اتفضل. ازاي وهو فيه؟ يعني انت بتقول ان هو في الاب خرج والاب من فيه، عند الآب، فخرج منه ازاي وهو فيه؟ خرج من عند الآب وإلى الآب يذهب. بص السؤال ده، خرجت منك الروح، هل فيك روح؟ لا جميل.